الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في اليوم الخامس من ذي الحج. الموضوع فضل عشر من ذي الحج، أو وماذا نفعل في عشر من ذي الحج. أولا أقول لكم، عشر من ذي الحج هو خير أيام السنة، هو أفضل أيام السنة وأفضل مواسم العام للطاعة، حيث قال العلماء أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة. أيها الإخوة، أحضر لكم محاضرة بالكتاب والسنة عن فضل عشر من ذي الحج وعن ماذا نفعل في هذه الأيام. أولا أتحدث أمامكم عن فضل عشر من ذي الحج بكتاب الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالفجر وبليالي عشر بقوله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: المراد بها، يعني المراد بليالي عشر، عشر من ذي الحج. وهذه الآية تدل على فضل عشر من ذي الحج. وبعد ذلك ننتقل إلى السنة عن فضل عشر من ذي الحج. أيها الإخوة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أفضل أيام السنة وأكثر صوابا الذين يعملون عملا صالحا في هذه الأيام، وأحب إلى الله العمل فيهن، يعني في هذه الأيام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء. أخرجه البخاري ومسلم. ويبرز الحديث أفضل أيام السنة وأحب الأعمال فيهن، يعني في أيام عشر من ذي الحج. ولهذا قال العلماء أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة. وفي رواية أخرى: ما من أيام أعظم إلى الله العمل فيهن. أيها الإخوة الكرام، سأقول لكم: نحن قائمون في أيام العشر من ذي الحج، وكان السلف الصالح إذا دخلت هذه الأيام اجتهدوا اجتهادا كبيرا مثل اجتهادهم في رمضان أو أكثر. أيها الإخوة الكرام، أذكر لكم أمامكم فضل يوم عرفة لمقابلة ليلة القدر، ولا سيما يوم التاسع من ذي الحج وهو يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر كما سماه الله سبحانه وتعالى يوم الحج الأكبر. وقد روى الإمام مسلم
رحمه الله عن فضل يوم عرفة بحديث عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول ماذا أراد هؤلاء قال الإمام النبوي رحمه الله هذا الحديث ظاهر الدلالة على فضل يوم عرفة ويبرز الحديث بأن الله أن يعتق عبدا من النار في يوم عرفة ويوم عرفة في عشر من ذي الحج وقد ثبت عن الحديث الصحيح عن صوم يوم عرفة يكفر سنتين وأنه قال عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عرفة يكفر الله السنة الآتية والسنة الماضية وأيضا رأى أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحج يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر وأيضا هذا الحديث تدل على فضل عشر من ذي الحج أيها الإخوة الكرام المقارنة بين فضل ليلة القدر وبين أيام العشر من ذي الحج وقد نعلم فضل ليلة القدر بقوله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر يعني أكثر نفعا في ألف من ألف شهر أو أكثر ثوابا من ألف شهر وقد ذكر فيها الليلة وقد ذكر في سورة القدر ليلة خير من ألف شهر وبعد ذلك أتحدث أمامكم فضل يوم العشر من ذي الحج فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام حيث يقول العلماء أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة أن السبب في امتياز عشر من ذي الحج قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري لابن حجر العسقلاني لاجتماع أمهات العبادة لامتياز أن السبب في امتياز من ذي الحج لاجتماع أمهات العبادة وهي الصلاة والصدقة والحج والزكاة الصدقة يعني الزكاة وبعد ذلك نرجع فماذا نفعل في هذه الأيام العمل في هذه الأيام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله فأكثروا فيهن التهليل والتحميد والتكبير ولو كان هذا الأمر على سبيل الاستحباب وهناك فريقان المسلمون فريقان فريق يحجون وفريق لم يحجوا الذين يحجون ولهم التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
هذه التلبية خاصة للحجاج الذين يحجون. ولكن أقول لكم، وفي التلبية فيه التوحيد وفيه التحميد، ولهذا بنية الدعاء أو بنية التكبير والتحميد نحن نستطيع أن نقول هذه الكلمات في أيام العشر من ذي الحج. وهناك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكسروا فيهن التحليل والتحميد والتكبير، وأيضا تكبير لغير الحجاج الذين لم يحجوا، الذين يقيمون في بيوتهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو لا إله إلا الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمات تدل على التحميد وعلى التكبير. وبعد ذلك كثرة الإكثار في الدعاء في هذه الأيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، دعاء يوم عرفة. وقد ثبت التكبير والتحميد والتهليل للحاج ولغير الحاج. وهناك التلبية الذي ذكرت قبل ذلك، خاصة الذين بالحجاج، والتكبير على الإطلاق من أول ذي الحج إلى يوم النحر لجميع المسلمين. يكبر الله سبحانه وتعالى ويحمد الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك أقول لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم التكبير من يوم عرفة، من صلاة الفجر إلى آخر أيام التشريق، في كل عقب من صلاة، في كل عقب صلوات المفروضة، يعني بعد صلاة الفرض لكل من الرجال والنساء يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، مرة واحدة. وفي هذه الأيام كثرة الصلاة والحضور بالمساجد للجماعة، يعني أداء الصلاة بالجماعة، كثرة الصدقة في هذه الأيام، يعني تصدق بين الفقراء والمساكين، بين فقراء المسلمين. والستة رقم السادس، أداء الحج الفريضة لمن يستطيع المسلم العاقل البالغ الموسر، لقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبهذه الآية فرض الحج أو كتب الحج لعباده سبحانه وتعالى. تقديم الأضحية لمن عليه الموسر. ثمانية، كثرة تلاوة القرآن في هذه الأيام، أي في أيام عشر من ذي الحج، كثرة تلاوة القرآن. التاسع، ابتعاد عن المعاصي من صغيرها وكبيرها، ابتعدوا
عن المعاصي في هذه الأيام. عاشر، من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر الأول من ذي الحج. أخرجه النسائي 4374. وتوزيع اللحم للأقارب بين الأقارب والأصدقاء وبين فقراء المسلمين، زيارة الأقرباء والأصدقاء وحسن المعاملة معهم. وهذه الأشياء ولو كان على سبيل الاستحباب، هذه الأعمال الصالحة في هذه الأيام في أيام عشر من ذي الحج، ولكنه ثواب كثير عند الله سبحانه وتعالى، كما فهمنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا فالله سبحانه وتعالى يقول: العمل الصالح فيهن أحب إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.